مشاهدي قناة شوف تيلي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من الرباط. نخليكم مع قصة البنات باش انهم ما يبقاوش يثقوا في الصحابات، وطبعا ماشي الصحابات كاملين كيف كيف، ولكن الوحده اللي تحسي بها انها كتحسدك وكتغير منك، فما تحاوليش انك تستمري معها او لا تلتمسي ليها الاعذار وتقولي ربما انها مسكينه ما كرهاش تكون في بلاصتي، لهذا ماشي مشكل. حقا الواحد اللي حقد عليك، الواحد اللي كره اللي حسدك ويحقد عليك، راهي عاد شابه هذه اللي كتقول انها تعرفات على واحد الشخص عن طريق الوساطة، بمعنى انه الصديق ديالو هو اللي قال لي راه كاينه واحد السيده بنت الناس وانها راه باغا تزوج، وداروا معرفه تقليديه، زواج تقليدي، كيقول لك الزواج التقليدي كيسخر فيه الله. طبعا هذاك السيد تواصل مع السيده، تلاقى هو وياها جوج مرات، مشى للدار ديالهم خطبها، حددوا موعد ديال عقد القران، وكذلك حددوا موعد ديال الزفاف، حتى كتفاجأ بانها كانت كتشرح صاحبتها بانه راها تعرفت على واحد السيد فاش خدام ما كاين كاين. هذا صاحبتها دخلت الفيسبوك كتقلب عليه، لقاته وهي تتصل به، تلاقاته وقالت له بانها كانت في علاقه مع الاخ ديالي وبانها ما صالحاش، وبانه الصادم في القصه هو ان صاحبتها ما عندهاش خوها. يعني هذا هذا هو الأسوأ في القصة. هنا نخليكم مع شابة اللي بغات أنها تخرج وتكلم باش تنصح البنات ما يردوا البال، وكذلك حتى الأشخاص لأنهم ما يبقاوش يتيقوا أي حاجة جاتهم. حتى في الدين ديالنا كيقول لك إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا، يعني راه واضح. هنا نخليكم مع شابة اللي تكلمنا على التجربة ديالها وكذلك شنو هي رسالتها وأش كطالب. طبعا قالت ما بينش وجهي لعدة أسباب، ومن ضمنها كتقول بأن صاحبتها إذا بقى حتى الأب ديالها ساق الخبر، راه ربما أنهم يجريو عليهم الدار أو لا يعاملوها بقساوة، بحكم أنهم تعرفوا هاد السيدة إنسانة طيبة وبنتهم إلى حد ما ما صدقاتش بنت الناس. مرحبا بك اختي، السلام عليكم. عاودنا المشكل ديالك. السلام عليكم اختي، انا الشابه اللي تعرضت للخيانه من طرف صديقه ديالها، هذه تقريبا واحد 15 يوم اللي كان غادي يكون الزفاف ديالي وما كتبش الله بسبب صديقه ديالي، صديقه الطفوله اللي صراحه كنت كنحسبها صديقه ديالي والاخت ديالي وكل شيء، كنت كنعاود ليها كل شيء، واخا شي مرات كنت كنحس بواحد شويه ديال الغيره من الجهه ديالها، ولكن كنت كنقول يمكن عادي، يمكن الله ينعس الشيطان انا يتهيئ ليا، لانني كنت دايره فيها الصديقه والاخت والام وكل شيء. وشي مرات الوالدين كيكون عندهم الحق فاش كينبهونا من شي حاجه وما كنردوا لهاش البال، داكشي اللي كيكون حاسين به الوالدين هو اللي تيصدق. انا القصه ديالي بدات هذه تقريبا واحد 3 شهور، واحد صاحب الاب ديالي تعرف على واحد في اسبانيا، قالوا راه كاينه بنت الصديق ديالي للزواج، يعني شكرني ليه. وهذا صافي تلاقيته مره انا والاب ديالي، هضرنا مره ثانيه تلاقينا، تفاهمنا على الزواج وداكشي، صافي تفاهمنا داكشي اللي كان. من بعد انا جيت كنعاود للصديقه ديالي عليه، كنقول لها فين ساكن، وكنعاود لها زعما داك التفاصيل المملة اللي كيكونوا بين الصديقات، عاودت لها عليه، مشات دخلت ما عرفتش واش فيسبوك ولا انستغرام ديالو، قلبت عليه وبقات كتعاود ليه اللي كان اللي ما كاينش. انا اللي ما بقاش فيا زعما الزواج اللي ما كتبش الله، يمكن ربي ما بغانيش، ولكن بقى فيا كيفاش كانت كتعاود الصديقه ديالي عليا بحال اللي ما عمرها ما عرفتني، بحال بقى فيا داكشي اللي كانت تتقول عليا ما فياش، كان فيا ديك الساعه ما يبقاش فيا الحن نقول ماشي مشكل، ولكن داكشي اللي قالت له لي فيا ولي ما فياش، قالت له راه كتخرج بالليل، راه كتمشي مع الرجال، راه كانت على علاقه مع خويا، وهي ما عندهاش خوها. هذه اللي بقات فيا واثرت فيا بزاف صراحه، هي انا ما عندهاش خوها وكذبت عليا، وربي راه كيشوف. وانا صراحه واخا هكاك ما بغيتلهاش المضره، حيت عارفه با صعيب بزاف، يقدر يجري عليها من الدار، يقدر يقتلها كاع، حيت با انا كبرت معاهم في الدار وعارفني، وبا صاحب الاب ديالي، يعني كتمشي عندنا ونجي عندهم بالاسابيع بالايام، ماشي ديك الصحبه ديال السن تلاقاو في الزنقه، لا كنتلاقاو في الدار ونتفارقوا في الدار، تبات معايا نبات معاها. انا ما عرفتش علاش دارت هكا، يمكن غيره، يمكن ما عرفتش، حيتاش هي تقريبا قدها في العمر ومازال ما تزوج. انا عندي ما كتشوفيها، سمحي لي قطعتك، ما كتشوفيهاش ربما ما بغاتكيش تزوجي بحكم ان صاحبتك من الطفوله ما بغاش تبقى بوحدها؟ ما كنظنش، حيت ملي كنا صغار كنقولوا اللي تزوجات فينا ما غاديش نتفارقوا، وتقى تجي عندي وهنجي عندها، ويعني
ما كنظنش انك واخا كنت على وديت هذا الشيء غتقول له ما تصلح ليكش ولا صاحبتي شي حاجه، ما تقولش لا راك على علاقه مع خويا وهي ما عندهاش خوها. ما انا ما عرفت صراحه، ما عرفتش تقدر يسير، ما نسوءش الظن بها صراحه، يقدر يسير. ما عرفتش شنو رسالتك اللي بغيتي توصلي؟ انا نقول الله ياخذ الحق صراحه، وكنبه البنات كاع البنات اللي بغاو يديروا شي حاجه يديروها بينها وبين والديها وبين خوتها. صراحه ما نقولش كاع الصحابات خايبين، ولكن ما عارفين من تتعاودي وشنو تتعاودي، والتفاصيل ما تبقاوش تعاودوا التفاصيل، هذوك التفاصيل هما اللي كيخرجوا على الواحد. راه كاين الغيره، كاين الحسد، كاين بزاف ديال الحوايج. وكيقول لك اتقي الله. الرساله ديالي الاخيره تنقول لها هي راه تعرفني، تشوفني تعرفني، وتعرف الصوت ديالي وتعرف كل شيء. ما عرفتش واش يأنبها ضميرها ولا ما يأنبهاش، ولكن نقول لها اكثر حاجه دمرتي في حياتي ماشي هو هذا الزواج، انا ما متعلقاش به زعما، انا ما تنبغيه، ما تنعرفو، انا الزواج التقليدي راه تتعرفوا. انا اللي بقات في هذاك السنين د العشره بيني وبينها اللي ضيعت وصافي، داك الثقه اللي كانت بيني وبينها، وزعما بغات تشوه لي الصوره ديالي قدام الناس. والحمد لله انا الصوره ديالي واخا بغيت تشوهها ليا راه بيني وبين ربي راه صافيه. واضح مشاهدي قناه شوف تي في، كانت الرساله واضحه، وهي الواحد ما ياخذش ما يكونش عنده الثقه الزايده، وكذلك الواحد يرد البال ويعرف راسو مع من تيتعامل. الى هنا نقول لكم لايك تبعوني.